بسم الله الرحمن الرحيم. هسا المرة الماضية حكينا إنه إذا كان الانحدار يعني لا يوجد به مقطع زي هذا، ما في عندي مقطع وإنما عندي ميل، فبنسميه ثرو أوريجين. ليش ثرو أوريجين؟ إذا كانت قيمة إكس صفر، طبعا هنا نفترض إنه يو آي هات صفر، إذا x صفر فإن y صفر، إذا الريجريشن هذا سيمر من نقطة الأصل. مشان هيك شو بسموه؟ ثرو أوريجين. الآن حكينا هاي بيتا هات وهذا الفاريانس وهذا السيجما هات تربيع، قلنا من المهم إنكم تحفظوا الفروقات بالمعادلات ما بين إذا بدي أوجد الميل ولا يوجد عندي مقطع مثل هذه الحالة، أو الحالة التقليدية إنه لما يكون في عندي مقطع وميل. فإذا بيتا تو هات هون هي مجموع إكس آي في واي آي على مجموع إكس آي تربيع كله كابيتال، بينما البيتا تو هات هون إكس آي سمول في واي آي، يعني إكس آي ناقص إكس بار، واي آي صغيرة يعني واي آي كبيرة ناقص واي بار، على اكس اي سمول تربيع يعني اكس اي ناقص اكس بار تربيع. الفاريانس بيتا 2 هات شو الفرق بيناتهم؟ هون بقسم على مجموع اكس اي تربيع، هون بقسم على ماذا؟ مجموع اكس اي سمول تربيع. هذا فرق ثاني مهم. السيجما هات تربيع هي مجموع يو اي هات تربيع على ان ناقص واحد، بينما إذا كان في عندي مقطع وميل على n minus 2، لأنه في عندي 2 parameters البيتا 1 والبيتا 2، هنا فقط parameter واحد. فهاي الفروقات مهم نعرفها. الشغلة الأخرى، الآن إذا كان في عندي مقطع دائما وأبدا مجموع ui hat يجب أن يساوي صفر. انتبهوا لهذه الفروقات إذا سمحتوا. الآن إذا ما كان في عندي مقطع ليس بالضرورة أنه يكون ماله الـ UI hat يساوي صفر. فإذا مجموع UI hat need not be zero for the regression through the origin. إن لم يكن عندي مقطع ليس بالضرورة أن يكون مجموع UI hat يساوي صفر. هذا فرق مهم. الفرق الثاني، الآن معامل التحديد الـ R تربيع قيمته بين الصفر والواحد، فمستحيل يكون ماله سالب، ولكن إذا كان عندي يعني لا يوجد مقطع بهاي الحالة قد يكون ماذا؟ الجواب سالب، ويعني هذا بخلق إشكالية بالتفسير. فإذا R سكوير which is always non-negative can on occasions turn to be ماذا؟ نيجاتيف. فإذا إن لم يكن لدي مقطع، هذا الفرق الثاني، قد يكون R سكوير شماله سالبا. فيعني هاي بدنا ننتبه لها. فلذلك قالوا بدنا نستخدم إشي بنسميه يعني إذا ما كانش عندي مقطع، يعني through the origin، إذا كان الانحدار يمر من نقطة الأصل لا يوجد مقطع، حتى أتغلب على إشكالية قد تكون قيمة R سكوير سالبة. قالوا في إشي بنسميه رو R سكوير. انتبهوا هسا كلمة رو أول إشي ليس لها علاقة على الإطلاق بيعني حرف رو. بلاش الواحد هنا يقول لك بما أنه قاعدين بنحكي على R سكوير وبنحكي على R وعلى رو، هذا ما له دخل. رو هنا يعني معناها خام غير منقح، هيك ترجمتها R A W خام. إذن R سكوير خام، معامل التحديد الخام. إيش قاعدته؟ هاي بدنا نحفظها عن غيب. بقول مجموع XI في YI كله تربيع مقسوما على مجموع اكس اي تربيع مضروبه في مجموع واي اي تربيع، وكلياته ماله كابيتال.
إذا هذا الرو آر سكوير متى بستخدمه؟ إذا كان في عندي انحدار من نقطة الأصل، أي لا يوجد لدينا ماذا؟ مقطع. الهدف منه زي ما قلنا إيش؟ إني أتغلب على قضية إنه الآر سكوير قد تكون شمالها سالبة. فإذا هذا ضروري كمان إن نكون عارفينه. خلينا أمحي هذا عشان ما يظلش يمشي معانا. يعني هسه الشغلات الثانية، يعني هذا ما يتعلق بالانحدار الذي يمر من نقطة الأصل. الscaling and units of measurement زي ما قلنا، يعني ما رح يكون في معانا رفاهية من الوقت الزائد إني أشرحها، فللأسف رح أتجاوز عنها، مش مطالبين فيه بالامتحان إلا لمن يرغب أن يكون هناك قراءة ذاتية. إذن 6.2 ننساه. هذا ننساه اللي هو 6.3. هذا بحكي على إيش؟ Standardized variables. كيف منحول variable standardized؟ منعرف من مواد الإحصاء نطرح من المتغير وسط الحسابي ونقسم على انحراف المعياري. هل في له تطبيقات؟ له تطبيقات، بس للأسف أيضا ما معنا وقت فسنتجاوزها. 6.3 وما يتعلق فيه من أمثلة. 6.4 مهم بالرغم من أنه كثير من الأساتذة زي ما قلنا يعني لا يتناولوا هذا الموضوع، بقول لك اتركوا للماجستير، بس لا بصراحة مفيد، مع الفارق أنه كمان لأنه ما عندناش وقت كثير زي ما قلت لكم المرة الماضية ما رح أدخل بكل الاشتقاقات الرياضية ولا ندخل بكافة يعني الأمثلة المعطاة، ولكن بهمني في الآخر بعد ما نستعرض يعني بعض الشغلات الرئيسية. خلينا بس أشوف أنا موجود أي صفحة، عشان صفحة 180 اللي بهمني في الآخر بدي أشرح بعض الشغلات الرئيسية اللي بهمني. هذا تابل 6.6 بدكم تلاقوا طريقة إنكو يعني تحفظوها. هذا بصراحة ضروري ورح يجي منه بالامتحانات والكوزات، احنا لازم برضه نحدد يعني بعض الكوزات لقدام شوي. هذا مهم. هسه راح اقول نعم في حدا بده يسأل شيء. يعطيك العافيه. انا حطيت ملاك الصوت بيقطع لما تنتهي المحاضرة، بس لا بس بدي أخبرك إنه أنا طلعت نتيجتي إيجابية. طيب سلامتك. تمام سلامتك وسلامة الجميع. هسه هذا رح أشرح لكم بالضبط يعني كيف سنقرأه إن شاء الله. هذا اللي بهمنا من يعني خلينا نرجع ل 180 بس نستعرض بعض الشغلات البسيطة، بعدين نيجي لهذا الجدول، وهيني بقولكم من الآن رح يجي منه أسئلة إذا الله أحيانا. طيب الآن 6.4 الشغلات اللي بدي أشرحها هي المطلوبة مع الجدول. Functional Forms of Regression Models. شو معنى Functional Forms؟ الأشكال الدالية. الآن إحنا كان كل اهتمامنا أن يكون النموذج عندنا إيش ماله؟ لينير بالباراميترز، بمعنى يعني خطي في المعلومات، سواء كانت المتغيرات خطية أم غير خطية. الآن شو بقول؟ رح نظل ماشيين يعني وفقاً لهذا التقليد، بمعنى أنه بهمنا المعلومات أن تكون خطية،
ولكن قد يكون عندنا يعني بعض المتغيرات شمالها ليست خطية. فرح نتناول أربعة يعني نماذج أو أشكال اقترانية، أشكال دالية مختلفة، ونشوف كيف نستطيع تفسير ماذا المعلمات هذا اللي بهمنا. فالآن في عنا ما يسمى log linear. هسا كمان للأسف هنا التسميات شوي بتخربط، بدنا نحفظها. هذا بنسميه log linear، أحياناً بسموه log، أحياناً بسموه double log. وين الأسماء موجودة؟ هيها. فإذا بنسميه log أو double log أو log linear. ليش log أو double log أو log linear؟ بداية لما نحكي log دائماً وأبداً شباب وصبايا بدكم تنتبهوا لشغلة. هنا المقصود في اللوغاريتم للأساس E اللي هو بنسميه اللن، natural logarithm لن. فاللوج لا يقصد به اللوغاريتم للأساس 10. فلما نقول log يعني المقصود هنا natural logarithm. ليش قالوا log أو double log أو log linear؟ لأنه يكون المتغير التابع بدلالة natural logarithm والمتغير المستقل كذلك الأمر. هسه لما نيجي لإشي اسمه سيمي لوج أو سيماي لوج، والفضوها سيمي أو سيماي يعني شبيه اللوغاريتمي، في عنا حالتين. ممكن يكون فقط المتغير التابع بدلالة اللن أما المستقل لا، أو بالعكس. بهاي الحالة منصير نقول إذا كان هذا يعني كيف، عشان ما تخربطش بالتسمية خلينا أورجيكم، مع أنه رح نرجع نمر عليها لأنه التسمية بصراحة شوي بتخربط بس مهمة. شوفوا كيف هنا إيش سمى log len، بس هنا اللن بتختلف عن اللن لما أقول هيك. يعني هسا لن هاي اللي هي natural logarithm إشي مختلف. هنا لن L-I-N بمعنى linear. هسا لما بقول لي log len دائما بتفرج على الأول، معناته هنا المتغير التابع هو اللي بدلالة مين؟ اللوغاريتم، الناتشرال لوغاريتم. المستقل لا. لما بقول لي لن log معناته المتغير التابع اللي آسف المتغير المستقل اللي هو الاكس هو اللي بكون فيه عليه ايش؟ اللوج اللي هي مين اللوج تحديدا؟ اللن. فلاحظوا شوي بجوز هون الكلمة تخربط، بس هون بدي انتبه انه في حرف اي وهون في حرف اي، اما اللن ما فيها حرف اي، وبستخدم بدالها كلمة لوج ويفهم انها الناتشرال لوغاريثم. فاذا قد يكون عندي لوج لن او لن لوج أو log أو double log أو log linear. بنحاول هذولا كمان إيش نلخصهم بعد ما ننهي الشرح. طيب الآن خلينا نبدأ بهذا اللي بنسميه إيش، هذا log linear أو منسميه log أو منسميه double log. اللوج هنا دائما وأبدا هي اللن، ln مش lin. إيش يعني لن؟ شو معناها؟ log للأساس مين؟ E. إيش E؟ العدد النايبيري، تمام، اللي هو بالعربي يسموه الها 2.71 إلى آخره. الآن وين أهمية هاي النماذج؟ هسا لو كان عندي زي ما سألتكم بالامتحان وجزء كبير ما جاوبش، مستغرب أنا لغاية الآن إنه يعني الشغلات بسيطة منعرفش نجاوبها. قلت لكم
قدر بيتا 1 المقطع وبيتا 2 المال واشرحوا لي شو هم. عدد محدود اللي جاوب على السؤال. هسه لما يكون عندنا هيك إذا X صفر Y تساوي بيتا 1 هات هذا المقطع. طيب المال إذا زادت X بوحدة واحدة فإن Y ستزداد بقديش؟ ببيتا 2 هات اللي هو المال. هذا هو التفسير اللي طلبته منكم بالامتحان. إذا كانت المتغيرات هكذا بنسميها ليفل. إيش معنى ليفل؟ على المستوى، يعني لا في عندي لن ولا في عندي لاج ولا إلى آخره. بيتا 2 هات هي عبارة عن ماذا؟ التغير في واي اي على التغير في اكس اي. ممكن حتى نكتبها أحيانا هيك دلتا واي اي على دلتا على دي، وممكن أحيانا دل إذا كان في عندي أكثر من متغير مستقل هي البارشال ديريفاتيف. فإذا البيتا 2 هات هي الميل هنا، يعني لو كنا نحكي قاعدين عن يعني سلعة معينة، هون الكمية المطلوبة وهون السعر، منقول إذا زاد السعر بدينار فإن الكمية ستقل بمثلا 2 كيلو أو 2 جرام. فإذا هون الميل شو ماله؟ له وحدات. هسا احنا بنعرف بالاقتصاد حتى نتخلص من قضية الوحدات في عنا ما يسمى ماذا؟ المرونة، الإلاستيسيتي. هسا في فرق بين المال وبين المرونة. هسا لو قلنا بدنا نوجد المرونة هنا، المرونة بالتعريف هي بشتق ماذا؟ واي بالنسبة لأكس وبقسم ماذا؟ واي على اكس. هذا شو بنسميه؟ المارجنال هو المشتقة، وهذا شو بنسميه؟ الأفرج المتوسط. فإذا أحد تعريفات المرونة هي المارجنال على الأفرج. وبرضه إذا بدي أقلب شو بقول؟ دي واي على دي اكس بضربها في ماذا؟ مقلوب المقام في اكس على واي. هذا يعبر عن المرونة. إذا لاحظوا جزء من المرونة هو الميل. فإذا هون لو بدي أحسب المرونة دي واي على دي اكس شو تساوي؟ بيتا 2 هات في اكس على واي. هون بحسب المرونة، إذا أعطيت قيمة لأكس بعوض قيمة اكس هون وبوجد قيمة واي، وبعدين بضربها في ماذا؟ في المعلمة التي حصلنا عليها. شو معنى ذلك؟ خليني بس يعني أورجيكو إذا أني ظليت محتفظ بالمثال تبع الإكسل من المرة الماضية. خلينا نعمل شير. تمام. هسا لاحظوا هون هذا اللي هو يعني قيمة المعلمة شو تعبر عن ماذا؟ عن الميل اللي هو البيتا 2. هسا لو قال لي احسب لي المرونة عند قيمة معينة للإكس، الآن عشان أوجد قيمة Y بدي أستخدم الريجريشن. كمان هذا السؤال الثاني اللي سألتكم عنه بيشبهه. بعد ما أول إشي قلت لكم أرسمه، بعدين قلت لكم أوجد بيتا 1 وفسرها وبيتا 2 وفسرها، واكتب لي السيمبل ريجريشن فانكشن أو السامبل ريجريشن فانكشن الـ SRF. بكل بساطة بدك تقول لي YI هات إيش تساوي؟ بيتا 1 هات زائد بيتا 2 هات اكس اي. هذا اللي طلبته منكم انا. بعدين قلت لك اذا كانت قيمه اكس تساوي كذا اوجد لي القيمه المقدره. فالان هون بنفس الطريقه هسه احنا بنكتب هيك واي اي هات تساوي
بيتا 1 هات 24 مثلا 0.45 زائد بيتا 2 هات قديش 0.51 بعد التقريب في اكس اي. الان لو قال لي اوجد لي المرونه عندما اكس مثلا للتبسيط اكس تساوي 1، طب قبل شوي شو قلنا المرونه؟ بيتا 2 هات في اكس على واي، تمام؟ بيتا 2 هات في اكس على واي. هسا اذا كان عندي، انتبهوا للي بدي احكيه، اذا كان عندي قيم اكس وواي موجودات باجي بتفرج وين قيمة اكس هاي مثلا اللي هي 1 وبشوف ماذا يقابلها من الواي وبعوض، يعني هون اكس وهون واي. الان لو فرضنا انه القيم مش موجودة عندي بعتبر انه قيمة واي هي المقدرة هاي، فبعوض هون اكس مثلا يعني 1 فبطلع عندي 51% وهون 24 بجمعهم بطلع تقريبا 24.96 وبضرب بماذا؟ ببيتا 2 هات فبعطيني المرونة. الآن قضية أخرى أحيانا شو بعملوا؟ بقول لك بدي متوسط المرونة. هاي الشغلات انتبهوا لها شباب صباير الامتحان. شو بعمل؟ بقول بيتا 2 هات في اكس بار على ماذا؟ خلينا بس ارفع شوي لهون. ليش مش قادر ارفع؟ اوكي، لاني تمام قاعد بستخدم الوايت بورد او القلم تبع الوايت بورد. الان ممكن يقول لي هيك بيتا 2 هات في اكس بار على واي بار، يعني الوسط الحسابي لإكس على الوسط الحسابي لواي في بيتا 2 هات بعطيني متوسط المرونة. هذا ضروري وسهل ولازم تعرفوه. فالآن خلينا نرجع للكتاب. فإذا قبل الشو محيناه، فإذا يعني إذا كان عندي الانحدار بهذا الشكل بيتا 1 هات زائد بيتا 2 هات في اكس اي، اتفقنا انه هاي تعبر عن ماذا؟ السلوب. فلو اشتقيت واي اي هات بالنسبه لاكس اي ماذا يعطيني؟ بيتا 2 هات. اما المرونه بدي اضرب هذا المقدار في ماذا؟ في اكس على واي. الاي اللي هي الالاستيسيتي ستساوي بيتا 2 هات في اكس على واي. لماذا؟ لانه تعريف المرونه هو دي واي على دي اكس بشكل عام، سواء عندي واي ولا واي هات، بس بشكل عام اتفقنا المارجنال على الافرج وبصيغه بالصوره هاي دي واي على دي اكس في اكس على واي. هذا الميل دي واي على دي اكس في اكس على واي. طيب، فاذا الان حتى لو كان الاقتران هكذا يعني مش بدلاله اللن بقدر اوجد المرونه زي ما اتفقنا. طب الان لو كان عندي يعني المتغير التابع والمتغير المستقل بدلاله اللن شو بقدر اسوي؟ هذا اللي بهمني. لو فرضنا التالي، الآن شو الفكرة؟ How to measure elasticity، كيف نقيس المرونة؟ المرونة طبعاً يعني كتعريف هسا هذا قانون رياضي، هي النسبة المئوية للتغير في متغير على النسبة المئوية للتغير في متغير آخر. كمان هاي ضروري نكون عارفينها. يعني الآن بشكل عام إذا عندي y تساوي f of x، هسا إذا بدي المرونة E من إلاستيسيتي لواي بدلالة X هي عبارة عن النسبة المئوية للتغير في Y على النسبة المئوية للتغير في X. هذا قانون المرونة. إيش يساوي هذا؟
y2 ناقص y1 على y1 ضرب 100%، طبعا 100% راح نختصرها من بسط المقام، على x2 ناقص x1 على x1 ضرب 100%. واحيانا زي ما علموكم بالجزء والرياضي ممكن اخذ الافرج للمقام، بقول يعني y1 زائد y2 على 2، وهنا x1 زائد x2 على 2، ونختصر 2 مع 2، يعني ممكن احيانا هيك، وهنا زائد x2 الاثنان اختصرتها من البسط والمقام، بس الدارج اكثر هاك هذا. فالان هاي كمان، وطبعا المية بالمية مع المية بالمية بتروح، فبظل عنا هاي الصيغة، بكتبوها هيك: دلتا واي على واي على دلتا اكس على اكس. وإذا منا نضرب في مضروب المقام بقولوا دلتا واي على واي في اكس على دلتا اكس، واللي بقدر أكتبها هكذا: دلتا واي على دلتا اكس في ماذا؟ في اكس على واي، هذا السلوب، وهذا في اكس على واي. واذا كان عندي يعني داله متصله بدل الدلتا شو بستخدم؟ مشتقات. هاي هي المرونه ببساطه شديده. الان لو فرضنا انه يعني في عندي هذه الصيغة y تساوي شو منسميها هذا؟ exponential. ايش معنى exponential؟ أسي، يعني نموذج انحداري أسي. فبيتا 1 مضروبة في xi مرفوعة، أس بيتا 2 مرفوعة القوة بيتا 2 في e مرفوعة القوة ui. الآن بيتا 1 مضروبة في هذا المقدار، هذا المقدار مضروب في هذا المقدار، إذن عندي حاصل ضرب حاصل ضرب. الآن اللن لما بدي أخذه للطرفين هذا سيصبح لن واي آي. الآن لن حاصل الضرب زي ما بنعرف بالرياضيات يساوي حاصل جمع اللوغاريتمز، ما هو اللوغاريتم هو نفسه لن للأساس إي. فإذن بدي أقول لن بيتا 1 زائد لن إكس مرفوع للقوة بيتا 2، ولكن وفق القواعد اللي بنعرفها. شو بتقول القواعد؟ إذا كان عندي لن إكس مرفوع للقوة بيتا بقدر أجيب البيتا قبل اللن، فإذا هنا قال لي زائد لن بيتا 2 لن اكس اي مرفوع القوة بيتا 2، فجبت البيتا 2 قبل ماذا؟ اللن في لن اكس اي. والآن القاعدة الأخرى، اللن والإي بلغوا أثر بعض لأنه كل واحد فيهم انفرس للآخر، بمعنى لن إي مرفوع للقوة اكس ماذا يساوي؟ اكس. وايضا اي هاي بنسميها انتي لوج، كمان 10 دقائق بطلعنا السيستم نرد بنرجع. ايش معنى انتي لوج؟ اني يعني اخذ الاكسبوننشال اللي هو العدد النايبيري، اي للقوه لن اكس ماذا يساوي؟ اكس. يعني لو على الآلة الحاسبه تعال اوجد لن اي للقوة 1.5، الجواب سيكون 1.5، جربوها. طيب اوجد اي مرفوع للقوة لن 1.5، ايضا الجواب سيكون ماذا؟ 1.5. فالان لما اخذ لن لاي مرفوعة للايرور، اللن والاي راح يلغوا بعض، شو بظل عندي؟ زائد الايرور. هو بالعمدة نعملها هيك، هسا رح نقول ليش. هسا بيتا 1 ثابت بيتا 1 ثابتة، فلن إلها أيضا عدد ثابت، قلنا تجاوزا خلينا نسميه إيش؟ خلينا أمحي شوي هنا،
قال تجاوزا لن بيتا ون خلينا نسميه ألفا فيما يمنع ما فيما يمنع. فإذا أصبح عندي هنا إيش الاقتران هذا هي ألفا خطية وبيتا تو خطية، فإذا هو لينير في الباراميترز وأيضا لينير باللوغاريتمز. إيش يعني لن واي واي مش مرفوع على أي قوة ولا مضروبة باقتران ثاني، والإكس كذلك الأمر. فإذا هذا لينير بالباراميترز ولينير بماذا باللوغاريتمز. رد إجا قلنا مش بس هيك، لو اعتبرنا أنه لن واي، طبعا أنا لما أجي بدي أقدر يعني بحول عادل القيم كلها بدلالة اللن، بس قال خلينا نسميها مثلا واي ستار، بعتقد هنا ما أعطيها اسم، خلينا أتأكد واي اي ستار. شو معنى واي اي ستار؟ لن لن واي اي الفا خليها مثل ما هي، بيتا تو مثل ما هي، لن اكس اي سميه ماذا؟ اكس اي ستار، يعني حول القيم بدلاله ماذا؟ اللن. اقدر اذا هنا بقدر انا استخدم ماذا؟ الاو ال اس المعتاد للتقدير. وبهذه الحاله هاي النقطه المهمه، إنه البيتا 2 اللي بحصل عليها إيش راح تعطيني؟ المرونة. فمثلاً يعني لو إجينا هون، خلينا أمحي لكم هذا بس عشان يعني أي نعم أنتوا هذا بتأخذوا بمادة التطبيقات، وقد تكونوا أصلاً أخذتوه مش متأكد. يعني لو فرضاً هذا مثلا، خلينا هنا نفتح عمود جديد نسميه لن واي، وهنا عندي لن اكس. طبعا مع ملاحظة انه اللوغاريتم للأعداد السالبة غير معرف، فلازم تكون عند الأرقام شمالها موجبة. فالآن باجي بكتب هنا يساوي، بكتب هنا لن، مباشرة شو قال لي؟ returns the natural logarithm. بفتح قوس هنا بكتب 70، بسكر القوس، بعدين لو بضغط هيك. دكتور انت مش مشير والله اسف. طيب معلش خلينا نشطب نعمل باك، هاي باك، هاي قيم واي وقيم اكس على المثال اللي حليناه، ما غيره اللي قاعدين نشتغل عليه. الان لو فرضنا بدي احول يعني المتغيرات هاي بدلاله اللن، خلينا اسمي هذا لن واي، هذا اسمي لن اكس. باجي هنا بكتب يساوي، بكتب كلمه لن، مباشره اعطاني ايش؟ returns the natural logarithm. اذا قال لي هنا بعطيني ماذا؟ اللوغاريتم الطبيعي. بفتح قوس، بظلل هنا أو بعمل كليك بالأحرى، بسكر القوس. إذا أعطيته أمر إنه حول لي، لاحظوا هون شو بقولنا، لن A2 هاي الخلية A2، إذا هنا أعطاني اللن لمين؟ للسبعين. إذا بعمل هيك يعني هاي العملية، معلش يعني هي بسيطة، أنا ضغطت هنا دبل كليك، أو ممكن شو تعملوا؟ باجي هون بسحب سحب، تلقائيا بكون نفذ الامر لمين؟ لل يعني الارقام الاخرى. لو بدك تتاكد تعال اضغط هون، شو بقول لي؟ لن A3. اذا بكبس هون هيو باكد لي هون انه فعلا لن A3. طب تعال هون لن A4. اذا شغلنا مزبوط. هسه بقدر كمان اذا بدي، بس هاي الواحد دائما بده يكون حذر، بظللهم كلهم وبسحب، بتأكد هنا باجي على أول خانة، هل فعلا أخذ لي اللن للبي 2؟ نعم مزبوط هنا للبي 3. أو يعني إذا بديش أعمل هاي الحركة زي ما عملت قبل شوي هنا نفس النتيجة، يعني هنا بدي أقول لن، أفتح قوس
هون بدي أقول له للإكس 80، بسكر القوس، بعدين بعمل هكذا. فالآن أصبحت عندي المتغيرات مالها بدلالة اللن. فهذا بقول لي هو هذا اللي سماه واي ستار وإكس ستار. الآن بقدر شو أسوي؟ يعني أعمل الريجريشن المعتاد. فلو رحت على داتا، هاي داتا أناليسز، هاي ريجريشن. الآن من المتغير التابع الواي رينج؟ هيها بظللها. من هو المستقل؟ اللين اكس. وهنا بقول له ليبلز عشان يعرف انه اول اثنين يعني مش ارقام، بقول له اوكي. هاي جاب للنتيجة. الآن لاحظ شو الفرق هنا. هسه هاي هذا المعامل هو الذي يعني بعتبر انه ماذا؟ المرونة وليس الميل. فإذا المرونة هنا هي عبارة عن 75%، وممكن أني أحسبها ماذا؟ أو بالأحرى هون المرونة ستكون ثابتة، مش أنه أحسبها. هاي قضية مهمة هسه بحكي لكم عنها. هون المرونة ثابتة وستكون 75% بغض النظر عن قيمة X و Y. فبهاي الحالة يعني ما بقول كيف بدي أفسرها. النقطة الثانية المهمة اللي بدي أذكركم فيها هسه هون شو كنا نقول؟ إذا زاد X بوحدة واحدة فإن Y سيزداد بنص وحدة. إذا زاد الاستهلاك بدينار، إذا زاد الدخل بدينار يزداد الاستهلاك بنص دينار. هون شو منقول؟ إذا زاد X بواحد بالمية، إذا زاد X بواحد بالمية فإن Y سيزداد بقديش؟ وليش يزداد؟ لأن الإشارة موجبة ب75% بالمية، يعني 75 بالعشر تلاف. دائما ننتبه أن المرونة هي عبارة عن ماذا؟ عن نسبة مئوية وليست قيمة مطلقة. الآن ليش قلنا المرونة ثابتة هون؟ لأنه النموذج تبعنا، خلينا أرد أرجع لكم مرة أخرى إليه. النموذج بهاي الحالة لما جبنا البيتا 2 هون قبل ما هون بهذه الحالة لما اشتقيت لن واي بالنسبة للن اكس، الجواب هو بيتا 2 ولا يعتمد لا على اكس ولا على واي. فهذا بنسميه constant elasticity. بمعنى لو كان شكل النموذج هيك، مباشرة بقدر أعرف أن الأس هذا هو عبارة عن المرونة، وأن المرونة ثابتة بمعنى لا تعتمد على X ولا على Y. هل دائما هذا الحكي مضبوط؟ لا، لأنه غالبا المرونة شمالها تتغير بتغير X و Y، وأحيانا قد تكون ثابتة. فلاحظوا